انظروا من أتى هنا، التلميذة ستار سكاوت. هذا مسار العقبات النهائي والذي سيمكنك من الوصول لارتفاعات جديدة. هل أنت مستعدة لخوض تحدي السرعة العالية؟ أنا مستعدة. هذه الروح المطلوبة. 3، 2، 1، انطلق. أنت صنعاً أيتها التلميذة، إليك مكافأتك. هذا مذهل. Thank you.
بيت، أين أنت؟ تادا! ساني، لقد أعجب المتابعون بالاستعراض، لقد أثرت حماستهم. لست ضد أي مهر، ولكني أحب رسم اللافتات. إذا كان هناك مجرم فسنراقبه عن كثب، ولكن يبدو أن المجرمين أحادي قرن وحصان مجنح. كيف لي أن أعرف أنك لن تحمي نفسك؟ ها؟ كوني حصانا مجنحا لا يجعلني مرتكبا لجريمة كما تأكدت آخر مرة. جميع الأحصنة المجنحة وأحاديات القرن مشتبه بها يا سيدي. ما الذي يحدث؟ عمل تخريبي آخر؟ تم تخريب لوحة أكاديمية الطيران الجدارية. فهمت. أجل، يجب علينا أن ناثر على الشاهد؟ بالضبط. حسنا، بالتأكيد سأسأل الموجودين بالأرجاء. إن المشتبه به حصان مجنح وقد سقط جناحاه. ولهذا المهر عرف وردي. ساني، لقد أعجب المتابعون بالاستعراض، لقد أثرت حماستهم. فروه وردي اللون هذه المرة. لقد جمعت كل الأدلة، لا شك أنك تمازحني. هذه تحريات جيدة، هل تتطابق هذه المواصفات مع أي مهر تعرفينه؟ ربما، ولكن عثر أحد الشهود على جناحين مزيفين. أوه، كيف يمكنني؟ أقصد كيف يمكن لمجرم ترك شيء كهذا وراءه؟ على كل حال، هذه تحريات جيدة يا صاني، سأصادر هذين الجناحين كدليل. أعتقد أني سأحتفظ بها بنفسي من باب الاحتياط. حسناً، هذه فكرة جيدة. احتفظي بها، الخطر يداهمنا. يبدو أن سبراوت يخفي شيئاً ما. لما كل المهار عصبية المزاج اليوم؟ يعتقد سبراوت أنك قد أفسدت لوحة زيب الجدارية. ماذا؟ هذا غير معقول، لن ألطخ حوافري بذلك الشكل. هذه حجة غياب دامغة على ما أعتقد. حاولي ألا تلفتي الكثير من الانتباه، اتفقنا؟ ولكني أحب القيام بذلك كثيرا. الأجواء لطيفة للغاية هنا، ما الذي يحدث؟ الكثير، ينبغي للذهاب لأماكن عديدة وإصلاح الكثير من اللوحات الإعلانية. حسناً، سنحتاج إلى مجموعة كبيرة من الطلاء، فتلك اللافتة ضخمة.
نحتاج إلى الكثير من الطلاء البرتقالي ومقدارا كبيرا من السحر. تريدين الحصول على بعض الطلاء، أليس كذلك؟ بالتأكيد. أحضري لي عوامة وسيكون الطلاء لك. عوامة جميلة، ها قد حصلت عليها. مهر ما لديه عوامة في الشاطئ حتما، هذا أكيد. أوه مهلا، هل رأيت سرطانات الأليفة بالجوار؟ اسمها بابيت. إذا عثرت عليها هل يمكنني الحصول على عوامتك؟ أوه هذا أكيد، لقد جلبتها للبحث عن صغيرتي في المياه. لا تقلق، سأعثر عليها. بابيت تعالي يا صغيرتي، ها قد عدت. شكرا جزيلا لك، إليك العوامة كما وعدتك. هذه عوامة رائعة، إليك الطلاء. هذا رائع، سأعود الآن إلى تلك اللوحة الإعلانية. هذا مذهل، لقد برعت كثيرا في ذلك. لم أكن لأفعل ذلك من دون مساعدتك يا صديقتي. ساني، لقد تجمعت عصابة الأرانب في أرجاء الخليج الصغير. إنهم يقفزون في جميع أنحاء مدرج الإقلاع. عليك بإخراجهم من ذلك المكان وأحضريهم هنا حتى يبدأ السباق. تحتاج تلك الأرانب لمن يوجهها يا صني، ساعديها هناك. لقد أنجزت المهمة أيتها التلميذة، هذا عربون تقدير لك.
الفارسي هناك، قد تسقطين في المحيط. احترسي هناك، قد تسقطين في المحيط. مرحبا في السباق النهائي، لن تتمكني من التغلب علي على كل حال، ولكن طالما تجنبت السقوط في المحيط فستجتازين الاختبار. ساني، هل أنت جاهزة؟ بكل تأكيد. استعدي أيتها المهرة إذن. ثلاثة، اثنان، واحد، انطلق. صحيح، أعني أجل. أحسنت صنعا، لقد كسبت الجناحين، تهانينا باسم العائلة المالكة. أولا أولا أولا. أجل، مهلا، من ذاك؟ مهر في البحر. هذا وقت ذهابي. زيب، هل أنت بخير؟ كنت أفضل حالا. فشل السحر لسبب ما. لا يمكن للأحصنة المجنحة التواجد في بارك. أنا على يقين أن الفاعل أحادي قرن، فهم خطرون. كل شيء يسير وفقا للخطة الموضوعة.
سبراوت، هذا أنت؟ كلا، لست أنا. إنه عائد إلى شارع العرف الرئيسي. سأقبض عليه. لعب